بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا أنت تقع مرة بعد مرة؟ لماذا أنت مستمر في الوقوع؟ أنت غير مستمر في ممارستها، أنت مستمر في الوقوع، هناك فرق. لأنك أنت في كل مرة تقول لنفسك هذه آخر مرة، وتتعهد لنفسك بأن لا تقوم بممارستها مرة أخرى، ومع ذلك تعود لها. فلذلك أنا أقول أنت مستمر في الوقوع وليس مستمر في الممارسة، لأن كل الناس لا تريد أن تمارسها، وكل الناس تريد أن تتركها، ولكن مع هذا تستمر في الوقوع. السبب في ذلك الغفلة. إن لم تصل إلى درجة التعهد الكامل والتذكير المستمر فلن تستطيع أن تتركها. كيف؟ يجب أن تضع لك بطاقة تقرأها صباحا عندما تستيقظ من النوم، تقرأ هذه البطاقة، وقبل أن تنام تقرأ هذه البطاقة. بالنسبة لي أنا كاتب في هذه البطاقة أن لا يهم، وهذه البطاقة فادتني في الثبات، لا يهم ما تفعله في يومك أو ما يحدث لك، كنت مستمر في الوقوع في العادة السرية، وكل شيء يهم تفعله إن كنت أنت تركت العادة السرية، لأن الوقوع والاستمرار في الوقوع في العادة السرية يحطم الناصية اللي هو الغشاء الأمامي، القشرة الأمامية للدماغ، وهذه الناصية عليها قيام حياتك، عليها قيام تحدثك، عليها قيام كلامك، عليها قيام اختياراتك، عليها قيام تذكرك، عليها قيام انفعالاتك، عليها اختياراتك، عليها قيام كل حياتك. ولن تستطيع أن تسعد في يومك أو في حياتك وأنت والناصية متأثرة ومتحطمة. لن تستطيع أن تنجح في حياتك والناصية متأثرة ومتحطمة. فلن يمكنك أن تنجح وتسعد في الحياة مع تحطم الناصية بسبب العادة السيئة. فليست لديك أي فرصة في النجاح أو في السعادة إن كنت أنت مستمر في وقوع العادة السيئة. لا شيء يهم أن تفعله، ليس من المهم. طبعا أنت قد تستطيع أن تقلل من خساراتك، نعم، لكن مهما فعلت، مهما انتظمت، مهما تمرنت رياضة، مهما التقيت بالناس، مهما شجعت نفسك، مهما قرأت، مهما عملت، مهما فعلت أي شيء، لن تستطيع أن تنجح أو تسعد إن كنت مستمر في العادة السرية، لأنها تحطم الناصية، وبالتالي تحطم حياتك، تحطم كل ما عليه قيام ما يسعدك أو ينجحك في هذه الحياة. لذلك تكتب في هذه البطاقة وتقرأها أول ما تستيقظ وقبل المنام، وأيضا تذكر نفسك بعد كل صلاة، تجعلها عادة لك، بأن بعد كل صلاة تسأل نفسك، تعمل هذا التمرين، بأنك تقول لماذا يجب علي أن أترك العادة السرية. طبعا سيكون الجواب الذي قلته قبل قليل. وأيضا التمرين الثاني أنك تتذكر أسوأ المواقف التي جلبتها إليك العادة السرية مؤخرا، أسوأ ما جلبته إليك العادة السرية في آخر مرة، ما أسوأ ما جلبته إليك ما جلبته إليك من عدم التحدث بشكل لائق، توتر في المواقف الاجتماعية، تجنب الناس، تفويتك لأنشطة رياضية، تفويتك للقاءات مع الأصدقاء، تأخرك عن الصلاة، تفويتك للقاءات، تضييع وقت، عدم تمكنك من النوم العميق،
توترك، قلقك في الحياة، تعاستك لسبب عدم وصولك إلى ما تريده في هذه الصورة وما إلى ذلك، ألمك كثير، هذا فقط في المرة الأخيرة. فأنا قلت بشكل عام ما أسوأ ما جلبته لك في الفترة الأخيرة، كيف أنها جعلتك تخسر الكثير من الأصدقاء. نعم، تخسر الكثير من الأصدقاء، وتخسر أيضا فرصتك في الزواج، كثير من كان كنا مرشحات. أيضا هذا التمرين الثاني. التمرين الثالث معاكس له، ما أفضل ما جلبه لك تركك لها في المرة الأخيرة، في آخر مرة عندما تركتها شعرت بعدة فوائد وتغييرات إيجابية في حياتك، حينما تتذكر أنك آخر الفوائد أو ما جلبته لك أفضل ما جلبته لك في المرة الأخيرة عندما تركتها، كيف تمكنت من التحدث مع الناس، كيف لم يكن شيء يجعلك تنفعل بتاتا، كيف أصبح نومك عميقا، كيف أصبحت تتحرك وتلعب رياضة، كيف أصبحت تقرأ، تتنظف كثيرا، الكثير من الأمور هذه في آخر مرة. وأيضا التمرين الرابع، ماذا بشكل عام سنوات الماضية، ما الذي ما أسوأ ما جلبته لك العادة السيئة، جعلتك متأخر في النواحي المالية، النواحي الرياضية، النواحي الصحية، النواحي الاجتماعية، النواحي العلمية، وأيضا لو كنت تاركا له، فماذا كان من الممكن أن تكون؟ كان من الممكن كذا وكذا وكذا وكذا. أنا حينما كنت ممارسا لها كنت أشعر بالتعاسة، أكره كنت وقتها أكره نفسي وأكره الحياة حينما كنت أمارسها. في السابق حينما كنت مراهقا كنت أحب نفسي بشدة، أعشق نفسي وأعشق الحياة، أحب الحياة، أحب حياتي، أنا ليس الحياة بشكل عام، أحب حياتي، كنت أحب حياتي، وكنت يعني مجرد شفت هذه الحديقة التي أنا أتمشى فيها أمشي فيها من غير هم، وكل أمل وطموح وحب لنفسي وعشق لنفسي. لماذا؟ لأني كنت فتى انضباط، كنت شخص يحب الانضباط، يحب أن يحمل على نفسه أحمال وتحديات من أجل أن يصل إلى هدفه. كنت أعيش لهدف، كنت طالب علم شرعي وكنت أعيش لهدف، كنت سعيد. وأيضا ما تلا ذلك، حتى عندما يعني تركت الانتظام من طلب العلم الشرعي أيضا كنت أحب نفسي لأني كنت صاحب همة، استمرت صفة الهمة العالية. وأيضا لما كنت يعني واثق من نفسي من الحياة كنت سعيد، كانت الحياة في كل لحظة لذة فكرية، لذة نفسية في حياتي. يمكن هذا الأمر أنتم كلكم أو أغلبكم مر فيه، حينما كان صغيرا كان سعيدا. لذلك أنا أنصحكم بأنك لا تشيل هم ولا تشغل عقلك وتفكيرك في أمور يمنة ويسرة، تتبع فكرك أينما ذهب، هدأ من روعك، والأمر لا يستحق كل هذا. راقب أفكارك، انظر نظرة إيجابية للحياة، راقب أفكارك، لا داعي لأن تحمل هم،
من اليوم فصاعدا. قم دائما بعد كل صلاة بهذه التمارين التي قلت لك عنها، دائما كرر على نفسك أن لا يهم ما تفعل، لا يهم ما يحدث إذا كنت مستمر في الوقوع فيها. بمجرد ما أنك تترك العادة السيئة، ذكر نفسك أنك بمجرد ما أنك تترك العادة السيئة، لأن النجاح والسعادة ستتدفق إلى حياتك وستحيا حياة طيبة. دائما تذكر نفسك أنك بمجرد ما أنك تتركها تسترجع الطبيعية إلى حياتك، تسترجع السعادة التي كنت تحصل عليها وأنت في الصغر، ستهتم بنفسك، بصحتك، بعلاقاتك، ستعيش كما عيش الطير الذي على الشجرة، ستخرج لي تحتك بالحياة، تصطدم تحديات، تمارس الحياة بكل ما فيها بكل تفاصيلها. أنا لو كنت ما زلت مدمنا على ممارستها لما كنت أخرج في هذا الصيف الحار وأنا صائم أتمشى بعض المرات بالشمس بعض المرات بالظل، لكن هذه حياة الترك، أنك تعيش الحياة بكل ما فيها، تتأمل الأشجار، تتأمل الطيور، تستمتع بكل صغيرة كبيرة، تستمتع بخلو ذهنك من الأفكار السلبية ومن القلق ومن الهم، مرتاح البال. لذلك الملخص هو أنك يجب أن تذكر نفسك دوما دوما بعد كل صلاة، بعد كل دقيقة، كل ثانية، وإلا فإنك ستغفل، وإن غفلت ستقع. كل تحياتي لكم، ألتقي فيكم في الفيديو القادم قريبا إن شاء الله. أتمنى لي ولكم الثبات.